مجالس شماليه بها عزه. الحلقة الأولى من برنامج مجالس شمالية، وتشرفنا حقيقة أن تكون الحلقة الأولى من خلال هذا. بيت الشعر قبل النا، بيت الشعر سبحان الله له طعم غير الاستراحة وغير طب أضف إليه طبعا النار وشبة النار والخلا، خاصة إحنا الآن نعتبر بخلا، فأكيد لها رونق ولها طعم. قال يا فريع عيني جازية من منامة ودموعها ما بين الأوجان سائلة، قالوا علامة، قلت مدري علامي هوم على قلبي إعراض وطائلة، ما صيد الدنيا كف الله شرها صيور، ما الدنيا على العبد ما إلها أجلي ورزقي. تهلي على مفرق الخطين على الصخاء باني بيته، على يمينك قبل نقبين تنسى الهواجيس لجيته، في مجلسه تاجد الغالين من كل الأجفار. جدك علي رعى الكرم والحمية، رعى الحيسم من فخير، طرياك طرياه يرفع طاري الشمرية، أبو سعد طير السعد لا عد مناكنا. من قبيلة شمر، من أجميل، من قبيلة شمر. نعم بالمناسبة. إيه نعم بالمناسبة. إيه غزو النمصان 20 ذي الأول أثناء استعمار الفرنسيين. سانك تهاونت ورد رجال اللي خاد النحيرة، عليك محسوب ويشمل ليمنت، لا يثيرك المعتوه ولا تثيره، خله ويلقى له سفيه امه وبنت، برز عدوك يا تبين مسيره. ليت البنيخي كلها مثل سلطان ابن محمد يوم ياصل خواله، ولد الامير الي مثل طير حوران، نعم الامير اللي رفع بيت خاله. مجالس شماليه بها عزنا الماضي، مجالس على تغنى